الحمد لله رب العالمين، الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. هو أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى. هو الملك لا شريك له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، فنعم المولى ونعم النصير. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيُّه وخليلُه، أرسله رحمةً للعالمين، فبلَّغ الرسالة، وأدَّى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيًّا عن أمته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا الله جل جلاله الذي لا ينفع عنده يوم القيامة إلا التقوى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكيف يسلم القلب والدنيا قد تزينت من كل الجهات وتزخرفت، والشيطان قد جلب بركبه وخيله من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، والنفس أمارة بالسوء، وصاحب السوء يدعو إلى السوء، وفتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، والقابض على دينه كالقابض على الجمر. كيف نخرج من الدنيا بقلوب سليمة ينفعنا الله بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يصرفها كيف يشاء. يا مصرف القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. أيها المؤمنون، لما كانت السلامة خير من العلاج، لما كانت السلامة خير من العلاج، كانت الوقاية من الأمراض أهم من العلاج. فما من مولود يولد إلا وقلبه سليم، ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة قلب سليم، لا مرض فيه، لا كبر ولا عجب، لا شهوة ولا شبهة، لا شرك ولا كفر، سليم. ولو عاش بمفرده بعيدا عن الناس لعاش مؤمنا، ولعبد الله جل جلاله. ولكن ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه، المخالطة، المعاشرة، دور الوالدة ودور الوالد، دور الإخوة، دور الأسرة، البيت الصغير، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يثبتانه على الإسلام الذي ولد عليه.
آباؤنا وأمهاتنا وآباؤهم وأمهاتهم، كل منهم حافظ على الإسلام حتى أوصله لنا، فهل سنحافظ عليه حتى نوصله لأبنائنا ثم لأحفادنا ثم يبقى الإسلام على وجه الأرض يملؤها عدلاً يملؤها نوراً، أم أن سنقصر وستكون التربية الإسلامية ليست من أولوياتنا؟ إذا كان في الماضي صعب على الإنسان أن يستقيم لوجود شيطان يوسوس له ونفس توسوس له وصاحب سوء يوسوس له ودنيا تتزخرف بين يديه، فإن اليوم قد زاد الطين بلة، فبدل الشيطان الواحد شياطين، وبدل النفس الواحدة الأمارة بالسوء نفوس، وبدل الصاحب الواحد أصحاب، وبدل الدنيا الصغيرة دنيا قد فتحت على مصراعيها من شرقها إلى غربها وتزينت وتزخرفت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. أيها المؤمنون، إن المحافظة على صحة البدن مقصد، والمحافظة على صحة القلب مقصد قبل ذلك، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فإذا رأيت العيون من الرجال ترمق النساء فاعلم أن ثمة أمراض في قلوبهم، وإذا رأيت العيون من النساء ترمق الرجال فاعلم أن ثمة أمراض في القلوب، وإذا رأيت الألسن تغتاب وتنم وتكذب فاعلم أن ثمة أمراض في القلوب، وما هذه إلا عوارض لتلك الأمراض. والطبيب ليس الذي يعالج العرض، إنما هو الذي يعالج المرض، فمن جاء إلى طبيب ومعه صداع وأعطاه بنادول أو غيره من غير أن يكشف على علة الصداع وسببه فليس بطبيب. كذلك عندما ينتشر الكذب أو ينتشر الاستهزاء بالدين وبأهل الدين أو تنتشر السخرية أو غير ذلك، فثمة أمراض في القلوب، والقلوب إذا مرضت كانت العدوى فيها أشد من العدوى في الأمراض البدنية. فلو أن شخصاً ما أصيب بمرض معدي شديد العدوى لكان الأولى به أن يجلس في بيته وأن يحجر عليه حتى لا ينتشر المرض بين الناس فتسقم أبدانهم. فما بال مرضى القلوب لا دواء لهم لا حجر عليهم، يتكلمون بملي أفواههم ليمرضوا قلوب الناس، ينظرون ليمرضوا المجتمع بنظراتهم وبكلماتهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. أيها المؤمنون، تعالوا بنا إلى مستشفى القلوب، وكل منا
يعرض قلبه على هذا المستشفى ليطمئن من سلامة قلبه. فما هو القلب السليم؟ القلب السليم هو القلب الذي يحمله إبراهيم عليه السلام، جاء ربه بقلب سليم. القلب السليم هو الذي يحمله محمد صلى الله عليه وسلم. القلب السليم هو الذي سلم من الشرك بجميع أنواعه وجميع مراتبه، وسلم من الكفر بجميع أنواعه ومراتبه، وسلم من البدعة بجميع أحوالها ومراتبها، وسلم من الكبائر كبائر الذنوب، وسلم من الصغائر، وسلم من الشبهات، ووصل إلى مرتبة الورع فترك الحلال أو بعض الحلال خشية أن يوصله إلى مشتبه فيه. إنه قلب التقي، قلب نقي، القلب الذي شرعت الشرائع من أجل المحافظة عليه. شرعت كلمة التوحيد لتخرج الشرك والكفر منه. شرعت الصلاة لتربط القلب بالله عبادة وتوكلا واستعانة وربطا أيضا بسير المؤمنين وبطريقهم، فيسير سيرهم ويمشي على نهجهم وصراطهم. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. قلب شرعت الزكاة لتخرج الشح وحب الدنيا منه. قلب شرع الصيام لتكون الأطعمة والشهوات كلها تافهة بين يديه، هو أعظم منها. قلب شرع الحج ليكون صاحب القلب مرتبط بأصحاب القلوب السليمة هناك. وما أدراكم ما هناك حول بيت الله الحرام، حيث كان إبراهيم صاحب القلب السليم، وإسماعيل صاحب القلب السليم، والأنبياء من بعدهم ومن قبلهم كلهم أتوا هناك. ومن لم يستطع فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويا عجبا عندما تستقبل القبلة فأنت توجه قلبك نحو بيت ربك، وعندما تطوف فتجعل الجنب الأيسر الذي فيه قلبك إلى الكعبة، ولا تجعلها عن يمينك فيبعد قلبك عن بيت ربك. قلب أول ثمرة أو أول زرع يزرع فيه الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ما مستوى حبك لله؟ ليس الحب بالتمني، ليس الحب بالدعوى. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. لو كان حبك صادقا لذكرته، إن المحب لمن يحب يذكره. من أحب شيء أكثر من ذكره.
ما مدى حبنا لله؟ على قدر طاعتنا له، على قدر ذكرنا له، على قدر خوفنا منه، على قدر رجائنا فيه، على قدر تعلق قلوبنا بمواطن ذكره. ورجل قلبه معلق بالمسجد، إذا خرج منه حتى يرجع إليه، هذا الزرع الأول إذا نبت أثمر في القلب ثمرة عظيمة، هذه الثمرة تسمى الإيمان، وهذا الإيمان أول فضائله الاستجابة. ولذلك لا ينادي الله جل جلاله في القرآن ويأمر إلا المؤمنين. لا تجد يا أيها الذين أسلموا إذا قمتم إلى الصلاة، لا تجد يا أيها الذين أسلموا إذا نودي للصلاة، لكن تجد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القتال. يا ربي، والمسلمون ألا يكتب عليهم؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا دخل الإيمان في القلب آمن اللسان فنطق بذكر الله، وآمنت اليد فأنفقت في سبيل الله وقاتلت في سبيل الله، وآمنت الرجل فسعت إلى بيوت الله وسعت لصلة الأرحام، وآمن البطن فتوقف عن الحرام، وآمنت العين فدمعت من خشية الله، وآمنت الأذن فأصغت لكتاب الله وهو يتلى واستمعت. الحب ثمرته الإيمان، والإيمان ثمرته الاستجابة، ومظهر ذلك الخشوع. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وللأسف أن بعض كتابنا ومفكرين ومثقفين إذا تحدث عن النظافة أسهب، والنظافة من الإيمان، وشارع نظيف ومدينة نظيفة، ولكن نظافة القلوب من الشرك، نظافة القلوب التي هي أعلى مراتب الإيمان، لو تكلم فيها متكلم قيل له دعك من هذا، هذا أمر يفرق، هذا أمر مختلف فيه، نعمل جميعا فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أي شيء اتفقنا عليه إن لم نتفق على كلمة التوحيد لا إله إلا الله. إن أمر النظافة وأمر المدنية وأمر الحياة كلها لا قيمة له إذا لم تكن ثمة عقيدة راسخة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيها المؤمنون، إذا سلمت القلوب لم تشبع من القرآن، ولم تشبع من تلاوته ومن الاستماع إليه، وإذا مرضت
لا تستطيع ذلك. أسأل الله لنا ولكم التوفيق، فاسألوه أن يغفر لنا ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. يظن بعض الناس أن الحب وحده يكفي، وأنك إذا أحببت الله كان ذلك كفيلاً بدخولك الجنة. لا والله، ليس الحب وحده يكفي، ولو كان الحب وحده يكفي لما دخل النار أحد. إن الذين دخلوا النار يحبون الله، لأن منهم اليهود والنصارى والمشركون، وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إن الله لا يعذب قلبا أحبه، ولو كان حبهم صادقا لما قالوا ما قالوا عن الله. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، من أحب الله نزه الله عن كل ما لا يليق بالله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. النصارى قالت إنها تحب الله، وأن المسيح بعث بدين الحب، ثم قالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة. سبحان الله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أصبح حبهم للمسيح كحبهم لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. المشركون قالوا نحن نحب الله، وما نعبد هذه الأصنام إلا من أجل أن تقربنا إلى الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأولئك الذين يدعون أنهم شركاء لله في ملكه وفي حكمه، من صدقهم فقد كفر بالله، مثل فرعون وهامان وجنودهما ومن قبلهما كالنمرود ومن بعدهم كذلك، والشيوعية الحمراء التي نفت وجود الإله وقالت لا إله، والحياة مادة، الطبيعة أوجدت والطبيعة فعلت، كل أولئك في جهنم خالدون، لأن الجنة لا يدخلها مشرك. أيها المؤمنون، إن من ثمرات محبة الله أن يتولد عنها الخوف من الله، وأول تلك الثمرة، ثمرة الخوف، سرعة السير إلى الله. من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. وهذا الخوف ملازم لقلوب الصالحين، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهل نحن يا إخوان نسبة الخوف من الله عندنا عالية أو أنها متدنية؟ نقيس كل شيء، نقيس نسبة السكر في الدم، نقيس نسبة الحرارة، لكن نسبة الإيمان لا قياس لها،
نسبة الخوف من الله لا قياس لها، نسبة الرجاء فيما عند الله لا قياس لها، بل لها قياس. إذا أردت أن تعلم مدى خوفك من الله فانظر إلى نفسك أمام معصية الله، فإذا أقبلت وأنت مطمئن فاعلم أن قلبك ليس فيه شيء من خوف الله جل جلاله. ألم يعلم بأن الله يرى ومع ذلك ينهى عبدا إذا صلى؟ نعم، ليس في قلبه من الإيمان حبة خردل، إنه فرعون هذه الأمة أبو جهل. لكن هذا يوسف راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فتاة في منتهى الجمال وشاب في ريعان الشباب والأبواب قد غلقت والمرأة من الثياب قد تجردت ومن الحياء، وقالت هيت لك، ما الذي منع؟ قال معاذ الله، خوف من الله في قلبه، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. نعم، استشعار معية الله. هذه مريم فتاة لم تبلغ العشرين من العمر، خرجت لقضاء حاجتها وفي مكان خلاء لا يراها أحد، تمثل لها جبريل في أحسن صورة. إذا كان نسوة مصر لما رأينا يوسف قطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم، وقد كذبنا والله، والذي نفسي بيده إنه بشر وليس بملك كريم. أما مريم فتمثل لها بشرا سويا، والذي نفسي بيده ليس ببشر بل ملك كريم، بل أكرم ملك خلقه الله، ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يصفه عمر فيقول بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر، قمة في جماله، قمة في كماله، قمة في بهائه، تمثل لها بشرا سويا، لكن الخوف من الله في قلبها صدها عن النظر إليه وصدها عن الكلام معه، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. الخوف من الله يتجلى عند ظهور المعصية، فمن رأى المعصية واستمرأها لنفسه فلا خوف في قلبه، ومن رأى المعصية وعليها غيره ورضي ولم ينكر لا خوف في قلبه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما مستوى الرجاء فكيف نقيسه؟ قال بعض أهل العلم لا يكتمل الرجاء حتى يكون يقينك على ما عند الله أعظم من يقينك على ما في جيبك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن الناس من ظنه في الله لا يخلفه الله البتة. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، فمن ظن خيرا وجد الخير، ومن ظن غير ذلك
فلا يلومن إلا نفسه، فما ظنكم برب العالمين؟ إن زيادة الحب للرب لها أسباب، حتى يزيد حبنا لله ينبغي أن نتذاكر في أربع مسائل. المسألة الأولى في أنفسنا، من نحن لولا الله؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يا بني آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، ولباس التقوى ذلك خير. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. سبحان الله، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والإنسان يعصي. آدم عصى آدم ربه، ومع ذلك يعلم الله آدم العلم ويعلم ذريته من بعده، ولا يعلم الملائكة ذلك العلم الذي خص به آدم. وعلم آدم الأسماء كلها، تكريم لعقله بالعلم، وتكريم لجسده بالقوامة، وتكريم لروحه بالاتصال بالله وبسماع كلام الله الذي لا تستطيع الملائكة سماعه. ورد في الحديث الصحيح أن الله عز وجل إذا تكلم صعق من في السماوات من الملائكة بما فيهم جبريل، كل الملائكة تصعق، وأول من يفيق جبريل، فيوحي الله إليه يكلمه، ثم تفيق الملائكة بعد نهاية ذلك الوحي، فتقول الملائكة لجبريل عليه السلام: ماذا قال ربنا؟ ما سمعنا شيء، ماذا قال ربنا؟ فإن أذن الله لجبريل أن يخبرهم أخبرهم، وإن لم يأذن له قال الجملة التالية: قال الحق وهو العلي الكبير. فتقول الملائكة: قال الحق وهو العلي الكبير جل جلاله. وما فرحت الملائكة بشيء كما فرحت بالقرآن إذا قرئ على الأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، حفتهم الملائكة، ثم يقال لهم: قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها المؤمنون، بضرب الأمثال يتضح المقال. يقول ابن القيم رحمه الله وهو يضرب مثلا لهذه الثلاث: المحبة بكمالها، والرجاء بكماله، والخوف بكماله. قال: ما هذه الثلاث إلا كطير، فالمحبة رأسه، والرجاء جناحه الأيمن، والخوف جناحه الأيسر. فإن كان الطير له رأس وجناحان وحي عرج طار وسهل عليه الطيران، أما إذا كان لا رأس له بقي مكانه، إذا قطع أحد جناحيه بقي مكانه. فكذلك أنت
إذا قلت محبتك لله قلت طاعتك له، إذا قل رجاؤك في الله قلت طاعتك له، إذا قل خوفك من الله قلت طاعتك له. فلنزد من حبنا لله، ولنزد من خوفنا من الله، ولنزد من رجائنا في الله، ولنعلم أن الله ينظر إلى قلوبنا، فإن علم فيها خيرا أعطانا خير. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم. لماذا؟ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فيزداد الحب بزيادة الإيمان، ويزداد الخوف بزيادة الإيمان، ويزداد الرجاء بزيادة الإيمان، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى وخيري الدنيا والآخرة مع كفاية هميهما. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك كمال خشيتك وكمال الخوف منك وكمال الرغبة فيما عندك وكمال الرجاء وكمال الطمع فيك. يا ذا الجلال والإكرام، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللواء والجهد والضنك والجوع ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم غيثا مغيثا طبقا غدقا، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغث قلوبنا بسكينتك، اللهم أغث قلوبنا بسكينتك، اللهم أغث قلوبنا بسكينتك، اللهم أغث مجالسنا برحمتك، اللهم أغث مجالسنا برحمتك، اللهم أغث بيوتنا وأسرنا بالمودة والرحمة واللطف. اللهم إنا نسألك أن تؤلف بين قلوب المسلمين وأن تصلح ذات بينهم. اللهم أغث ديارنا وديار المسلمين بالغيث الهتان المبارك من عندك، تنبت به الزرع وتدر به الضرع وتحيي به الأرض بعد موتها. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا لصلاتكم، غفر الله لي ولكم.